ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة انا هعمل معاكم اكلة عملتها صديقة ليا، امونة في تركيا، هي عايشة في تركيا وعملت الاكلة دي، وهي اكلة تركي. قناة امونة في تركيا بجد قناة جميلة جدا، يا ريت الكل يشترك عندها، فعلا هتعجبكم. فانا قلت هعمل الاكلة دي النهاردة، بس بما انها اكلة جديدة فانا دايما متعوده لما اجي اعمل اكله جديده اعمل منها كميه صغيره، بحيث لو طلعت وحشه ما تقهرش قوي وانا برميها. تمام؟ فانتوا دايما لما تيجوا تعملوا اكله جديده عليكم جربوا في كميه صغيره عشان تشوفوا هتطلع معاكم ايه. وتعالوا نبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاكله دي هي اسمها، على كلامها هي اسمها اكله مشاوي، هي الاكله اسمها كده. بستعمل فيها كوسه وجزر، بستعمل فيها بقدونس، نعناع اخضر او نعناع ناشف المتوفر عندك، وبصل اخضر وبيض ودقيق وملح وفلفل وبابريكا. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه هعملها هبشر الكوسه بتاعتي. انا هنا بشرت الكوسه وهبشر الجزر. هي انا عجبتني وقلت اجربها، هي خفيفة وحاجة صحية كده، بحيث الناس حتى اللي هي بتنظم أكلها لو عملتها وجبة وجنبها سلطة هتبقى حاجة خفيفة جدا. هاجي هنا أبشر الجزر، أنا زيكم بجربها لأول مرة، وأكيد برضو هقول لكم طعمها إيه، بس زيكم لأول مرة. زي ما انتوا شايفين أنا بشرت كوستين مع جزراية، كوستين صغيرين مع جزراية برضو صغيرة، بحيث إن أنا مش عايزة أعمل كمية كبيرة، لأن أنا لما هحط كل المكونات دي هي هتكتر. تمام؟ هاجي هنا دلوقتي هقطع عليهم الخضرة اللي عندي، البصل الأخضر، قطعت هنا الخضرة خلاص، هحط عليهم بيضتين، طبعا هي في الوصفة بتاعتها كانت عاملة كمية فحطت بيض كتير، فهنا حطيت البيض وهحط الفلفل الأسود والملح. الملح بقى كل واحد حسب الملح اللي بيحبه، بيحبه حادق بيحبه ايه، عادي مظبوط كل واحد براحته. بابريكا، هاجي اخد هنا دقيق، معلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت 3 معالق، وهقلب واشوف اذا كانت هتحتاج تاني ولا لا. هي فعلا شكلها بتحتاج كميه بيض كبيره علشان تبقى عجينه سلسه. وادي بيضتين كمان، يعني حطيت 2 وادي 2 كده، حطيت 4 بيضات، اقلبهم اهو كده، بقت عجينه معايا. يبقى انا حطيت 3 معالق دقيق على 4 بيضات على توستين على جزرايه وبقدونس على نعناع اخضر او ناشف المتاح عندك على بصل اخضر، بقدونس كمان. هجيب هنا طاسة عشان أبدأ أقلي دي، مش قلية قلية يعني، مش زيت غزير وكده. حط شوية زيت، هاخد حبة كده قرص، هتتعمل على الجنبين. يا رب ان شاء الله تطلع حلوة كده بإذن الله، تعجبكم، تعجبني وتعجبكم يا رب ان شاء الله.
انا من النوع اللي بحب ايه دايما لما بشوف اكله احب اجربها عشان اعرف اذا كانت حلوه ولا وحشه، يعني ما مش اول ما كده اتعمل اقول لا في ايه ده. شايفينها؟ اتحمرت، اقلبها على الناحية التانية. تمام، خدت لون كده جميل، قلبتها. طبعا هي خضار مش هيحتاج كتير. اخلص الكمية اللي معايا وارجع لكم. خلاص الاكله خلاص، يعني اكله سهله وبسيطه فعلا، ما خدتش اي وقت وشكلها خفيف. انا لسه طبعا ما دقتش، هدوق معاكم. يا رب ان شاء الله تطلع حلوه. دول الكوستين والمقادير اللي احنا عملناهم، طلعوا لنا الحبه دول. يعني الواحد بيبقى محتاج حاجات خفيفه عشان ايه، يحاول يعني يحاول يظبط العادات السيئه في الاكل بتاعته. فدي بالنسبه لي ان هي خضار، واحنا ممكن نستبدل الدقيق الابيض نستبدله بدقيق اسمر للناس اللي هي بتعمل دايت، لكن ده بالنسبه لان انا عايزه اكل حاجه خفيفه ومفيده ومكوناتها مفيده. خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا، والله يعملوا حبه حلوين يعني. انا ما رضيتش اكتر عشان ما اعملش كتير، بس هو عملوا حبه حلوين. ودي بعد ما خلصت بجد طعمها حلو جدا بامانه، يعني اتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوها بجد هتعجبكم. خفيفه، ولو في عشا هتبقى خفيفه جدا فعلا. تسلم ايدي وميرسي على طريقتك يا امونه، ربنا يخليك يا رب. واشوفكم على خير وفيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واتمنى تكتبوا لي كومنت تقولي لي رايكم وتعملوها ان شاء الله هتعجبكم. انا جربتها على طريقه امونه في تركيا وعجبتني، وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.